مساء الخير، رايحة نقضي مع وليدي في هاد الأمسية ونشري حاجة هايلة باش ندير لكم بها وصفة وما تروحوش بعيد. شباب شباب فورنايت، شبابكم فورنايت، شبابكم فورنايت. كوس كافي وليدي عيا، انا نريحو بعد ندخل مباشره للدار ونوريكم العفسه اللي شريتها باش ندير بها الوصفه. ما تروحوش بعيد. ندخلوا للدار ونروحو نطيبو. On va aller directement le cuisine, à la cuisine. Ma tarouhouch bعيد. كنت حابة نقاسم معاكم عفسة شريتها، واحد لا ماشين شريتها اللي تريز افيكاس. كيفاش دايرة هايليك؟ هي اللي تري سامبل سامبل. نحطو هنا، اون بو فيغ دي زومليت هكدايا، جاي هكدا. وكل باش ما نغلطوش واش درنا فيها، كل هكدا مقلة صغيرة فيها اون كولور لون، زعما لا حطينا البيض هنا، لا حطينا لي ميني بيتزا، ولا لا حطينا دي كريب، ولا نشفاو عليه على واش حطينا. هادي هي فيهم دي كولور، جاية هكدا. شريتها انا من سوبر سي، اللي عايشين هنايا في مونريال في لا بيريود دي فيت يجيبوا حوايج شابين. شريتها 29 دولار، طبعا هنا لي تاكس تنفسو، كاين لي تاكس، دونك بلي تاكس طلعت لي 34 كيلك. هذه نلقاهم في لي بيريود تاع لي فيت ومن بعد ينحوهم. الوغ شريتها قلت نقاسمها معاكم. هنا نقدروا نديروا بيتزا، نسخنوا دي كريب، نسخنوا نطيبوا فيها. مليحه، بانت لي مليحه. لو ليفر تاع لي روسيت هاد لومليت كيما راكو تشوفو، او ميليو في الوسط بالدجاج، او بولي، او فروماج. سهله باسهل الطرق وابسط المكونات، كنت درتها باش ما نطولش عليكم الفيديو. طريقه التحضير ان شاء الله تاع هاد الوصفه رايحه نبداها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله المقبل. درتها بهاد لاماشين ولما توفرتش في المقلاة تجي رائعة كذلك. ما بقى لي غير نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى إن شاء الله.